اهلا بحضراتكم من جديد. اكد رئيس عبد الفتاح السيسي على اهميه التوصل الى حل نهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين. جاء هذا في مكالمه هاتفيه تلقاها الرئيس من الملك عبد الله الثاني، اطلعه فيها على العاهل الاردني على المشاورات خلال اجتماعه مع كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجيه الامريكي جون كيري في عمان. وقد اوضح الرئيس دعم مصر المستمر لخيارات الشعب الفلسطيني والتي تعبر عنها قيادته. قال اللواء اركان حرب كامل الوزير رئيس اركان الهيئه الهندسيه والمشرف على حفر قناه السويس الجديده، قال ان اعمال الحفر الجاف ستنتهي في 6 يناير المقبل. اضاف الوزير في تصريحات صحفيه انه تم رفع 110 ملايين متر مكعب من الرمال خلال 96 يوما من العمل، وسينتهي العمل بانهاء رفع نحو 180 مليون متر مكعب. وقال اللواء ان عدد المعدات بالمشروع بلغ 4200 معدة هندسية ويعمل عليها 20,000 مهندس وفني وعامل، مشيرا إلى تعاقد الهيئة الهندسية مع سائقين لقيادة المعدات ذات التقنية الحديثة. تفتتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باب الحجز لمشروع الإسكان المتوسط بعد غد الأحد بجميع فروع بنك التعمير والإسكان في 8 مدن جديدة بعدد 30,000 وحدة سكنية. 30,000 وحدة سكنية تنتظر من يمتلكها بمشروع إسكاني لمتوسط الدخل في 8 مدن جديدة. ولمن يريد أن يسكن بتلك الوحدات فالأحد المقبل جميع فروع بنك التعمير والإسكان ستفتح الأبواب لحجز وحدات مشروع دار مصر الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان، ليستمر الحجز حتى 15 من ديسمبر المقبل. الأسعار النهائية للوحدات في كل مدينة من مدن المرحلة الأولى للمشروع أعلنت. القاهرة الجديدة جاءت على رأس المدن المطروحة من حيث السعر، لتبلغ بعض الوحدات 4200 جنيه للمتر، وبعد ذلك جاءت مدينة دمياط الجديدة بسعر 3700 جنيه للمتر، ثم مدينة 6 أكتوبر بسعر 3400 جنيه للمتر، فمدينة الشروق بسعر 3100 جنيه، ومدينة العبور بسعر 2900 جنيه للمتر. تليها مدينة العاشر من رمضان بسعر 2700 جنيه للمتر. أما في ذيل القائمة فأتت كل من مدينتي بدر والسادات بسعر 2550 جنيها للمتر، وما بين 100 متر و150 مترا تكون مساحات الوحدات، وسيتم تسليمها لمالكيها كاملة التشطيب. فالوحدة التي تبلغ مساحتها 150 مترا وتقع في القاهرة الجديدة هي الأغلى سعرا، وتقدر ب 637,500 جنيه. والوحدة التي تبلغ مساحتها 100 متر وتقع في مدينة السادات هي الأقل سعرا، وتقدر ب 155,000 جنيه. وإن كنت تتساءل الآن عن نظام الدفع والسداد وشروط التقديم، فمقدم الوحدات سيأتي بنسبة 30% من سعر بيع الوحدة، ويسدد الباقي على عدة دفعات أثناء 18 شهراً، وهي مراحل البناء، وبقسط شهري بحد أقصى 40% من الدخل الشهري، ويبدأ سداد الأقساط بعد بناء الوحدة وتوقيع عقد البيع. وسيكون هناك نظامان لسداد الأقساط، الأول من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة قدرها 8%، والثاني بسداد 20% من قيمة الوحدة على 4 سنوات دون فوائد. وعن شروط التقدم، إن كنت مصرياً ولا تقل سنك عن 21 عاماً فسوف تستطيع التقدم والحجز، ولن يحق لك الحجز في أكثر من مدينة. أما إن كنت من المغتربين بالخارج فعن طريق أحد من ذويك في مصر تستطيع أن تمتلك الوحدة. العين بصيرة والإيد قصيرة، لسان حال المواطن المصري في الشارع معربا عن استيائه من غلو أسعار الوحدات السكانية، ليرد عليهم وزير الإسكان بأن مشروع دار مصر يقل 30% عن أسعار السوق، وسوف يغير من مفهوم الإسكان الحكومي لمتوسط الدخل، وسيسلم المشروع كامل المرافق والخدمات، شقق فارغة وبيوت ووحدات تنتظر من يسكنها
لكن غلو الأسعار وجشع السوق ينفران المواطن منها، وتظل أزمة السكن. لننتظر مشروع دار مصر آملين أن يكون ملجأ لأزمة لا ملجأ لها. أي عبد العزيز، النهار اليوم. بالطبع إلقاء مزيد من الضوء على هذا يعني المشروع اللي هيبدأ يوم الأحد القادم. معنا هاتفيا سعادة المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية. تحياتي أستاذ المهندس. ويعني أول سؤال هو يعني الملاحظات على غلاء الأسعار، يعني خلال التقرير سمعنا، وطبعا المعلومات نزلت يعني على الموقع الوزارة وأيضا على مواقع أكثر من جريدة وصحيفة على الإنترنت وحتى الصحف المقروءة أو المكتوبة. الأسعار يا فندم، هل هي أسعار نهائية على اعتبار أنها هناك ملاحظات على غلائها؟ يمكن حضرتك قدمت تقرير وافي عن هذه الوحدات. هي وحدات لمتوسط الدخل. دي احنا حاجة مشروع جديد او محور جديد احنا بنطرحه في وزاره الاسكان بجانب المشروع اللي جاري حاليا في تنفيذه اللي هو مليون وحده لمحدودي الدخل. الشريحه الاولانيه لمحدودي الدخل حضرتك، احنا النهارده تحت الانشاء 250 الف وحده، انتهى منهم تماما 50 الف. يمكن عملنا اعلانات في الثلاث شهور الماضيه عن بدء التسليم في هذه الوحدات، وان شاء الله الشهر الجاي في عندنا 20,000 وحده. طيب يعني 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 اللي ما يقدرش يروح لهذا المشروع، للمشروع ال 30,000 وحده، ينتظر مشروع المليون وحده اللي هي اللي بيتباعها بنك الاسكان. تمام. هو لو تسمع حضرتك، هو مش ينتظر، احنا شهريا حضرتك او كل شهر كل 45 يوم في اعلان جديد. يعني زي ما قلت ان شاء الله الشهر الجاي في 20,000 وحده بدات اعلان جديد عن 20,000 وحده. احنا كل شهر تقريبا او كل 45 يوم في اعلان جديد على عدد من الوحدات اللي هي بتنتهي وبيتم تسليمها والاعلان عنها للمواطنين ان هم يتقدموا عليها حضرتك. فده ماشي بالتوازي مع المشروع الجديد، ولكن تبقى حضرتك في شريحه متوسطه الدخل من حقها حضرتك في وحده سكنيه جيده بتتعامل على طول مع وزاره الاسكان او الدوله، ما بتتعاملش مع المطورين. هذه الشريحه حضرتك احنا وجهنا لها المشروع الجديد حضرتك، مشروع 150 الف وحده المرحله الاولى ليه، اللي هي 30 الف اللي هيتم الاعلان عنه ان شاء الله او فتح الحجز بيوم الاحد القادم. هي دي حضرتك الفرق بين المشروعين، والاثنين متاحين. احنا شغالين حضرتك على كل المحاور. يمكن الوحدات برضه حضرتك اللي احنا منزلينها يوم الاحد متنوعه المساحات. هو بس يعني هي النقطه يا فندم برضه، يعني تحديد هذه الاسعار مستوى تقييمها، هل خضع من الوزاره ولا من البنوك المموله؟ يعني هذا ما يعني مثلا البعض يقارن بين الاسعار وبين ما كان يقدم من الحكومه في السابق، كمثال مدينة 6 أكتوبر أو الشيخ زايد إلى آخره، كانت الأسعار يعني بتقل كثيرا وكان يطلق عليها أحياء شبه راقية. حضرتك طبعا واحد هنا ليس هناك تمويل للبنوك حضرتك. البنوك دي مبادرة من البنك المركزي للتمويل العقاري. تمام. البنوك مش داخلة حضرتك في تمويل هذه الوحدات. يعني الوحدات دي بالكامل حضرتك من هيئة المجتمعات العمرانية بتقوم بالتمويل والإنشاء. وبعد كده المواطنين بيتقدموا للحجز والتمويل العقاري. لكن حضرتك طبعا الاسعار ده، بقول لحضرتك احنا النهارده حضرتك عندنا دراسه وافيه للسوق في كل المناطق وفي كل المدن، عشان كده في تنوع حضرتك في اسعار لكل مدينه حسب كل مدينه حضرتك. وفعلا زي ما حضرتك ذكرت ان معالي الوزير قال ان دي اسعار من 20 ل 30% اقل من السوق. فعلا حضرتك تقدر تشوف في اي اعلان او اي اسعار اللي متواجده في اي متجمع سكاني بكامل التشكيل بكل الخدمات بتنسيق الموقع. يعني ده حضرتك هتعرف ان احنا اقل من 20 ل 30% من هذه الاسعار. يعني الاسعار الحاليه اللي معروضه لهذه المشروعات بتقل عن اسعار السوق 20%؟ في كل مدينه حضرتك لنفس يعني البديل او المثيل ليه في القطاع الخاص. طيب طيب سؤالي نقطة تانية يا فندم سيادة المهندس، نقطة التمويل. عارف انه طبعا يعني انتوا جهة غير يعني غير جهة الموالة، لكن بالتعاون مع جهة التمويل العقاري اللي خاصة تتبع ايضا الهيئات الحكومية، بالنسبة يعني معيار او المعدل للمقدمة، هل ممكن القرض ياخده من بنوك التمويل العقاري اللي هي تابعة للدولة ومن ثم يتم استلامه في حدود معينة؟ لا يا فندم، هي كل البنوك المشاركه اللي بتعمل في التمويل العقاري حضرتك من حقها المشاركه في هذا، ليس بنوك الدوله فقط. وزي ما حضرتك ذكرت دي كانت مبادره من البنك المركزي في انه بيدعم الفائده التمويل العقاري. الفائده التمويل العقاري السريع حاليا حضرتك بين 13 و14%
البنك المركزي اعلن مبادره لدعم هذه الفائده ومسانده لشائحه متوسطي الدخل، والفائده دي 8% لمده 20 سنه. وبالتالي حضرتك انا في عند حضرتك لو حضرتك بتعينها يمكن اساليب السداد لو الناس حسبوها النهارده حضرتك هتلاقي في قسط يبتدي من حوالي 1100 جنيه يوصل لحوالي 3000 جنيه، يعني واعتقد في شقه في 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 متجمع سكاني جديد ما اعتقدش ان في متاح لي في السوق هذه الاسعار. بس احنا ما نقارنش الاسعار حاليا باسعار زمان يا فندم، يعني برضو كانت تتبع بنك اسكان التعمير وكانت مقدمه للوزاره وكانت في مناطق ومدن جديده، يعني لا نقارن الاسعار اليوم بالامس على اعتبار ان هي حضرتك الامس ما هو الامس حضرتك بتقارن الامس امتى الامس؟ يعني الامس ده امتى؟ انت عارف حضرتك التغيرات الاسعار اللي حصلت في الفتره الاخيره يعني في حدود سنتين مثلا او ثلاث سنوات يا فندم؟ في حدود سنتين او ثلاث سنوات يا فندم. لا في حدود سنتين او ثلاث سنوات هتلاقي حضرتك الاسعار يعني متقاربه، بس هو اللي بيحصل حضرتك ان حصل نوع من انواع الخلط في الاسعار زي ما بقول لحضرتك احنا في شريحه الدوله ملتزمه بدعمها وهي شريحة محدودة الدخل، وزي ما ذكرت حضرتك في مشروع جاري شغل كان حضرتك جبته اخر اتعرض في التقرير دي صور الاسكان الاجتماعي وحدة سكنية 90 متر ثلاث غرف وصالة يدفع مقدم بسيط والقسط الشهري بتاعها يبدأ من 480 جنيه وهذه الشريحة واخدة الدعم كامل من الدولة ومتوفرة بنفس الأسعار يمكن زي الأسعار اللي هي في السابق او يمكن يعني ما كانش تقل عن ذلك. يعني انا بشكرك جزيلا، نتمنى طبعا التوفيق سياده المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان للشؤون الفنيه، وبالتاكيد نتمنى ان احنا يكون في لقاء موسع من خلال لقاءاتنا عبر برامجنا ونشراتنا اللاحقه ان احنا نوضح الصوره للمواطن بالشكل والمضمون وحتى بالصوره من خلال المواقع وننزل بالكاميرا. شكرا جزيلا يا فندم. يحتفل العالم في 14 من نوفمبر كل عام باليوم العالمي لمرض السكر، وذلك من خلال التوعية بمخاطر هذا المرض. وفي مصر نظمت شركة جينيس للأدوية ماراثون للتوعية بمخاطر هذا المرض بمشاركة المئات من الشباب وعدد من أبرز أساتذة أمراض السكر والغدد الصماء والأمراض الباطنة بالجامعات المصرية. دكتور ابراهيم الابراشي اللي هو استاذ السكر والغدد الصماء في كليه الطب جامعه القاهره كان افتتح النهارده اليوم، وواحده من الرسائل اللي هو ركز عليها هي مساله اهميه الوعي بمرض السكر والاهتمام باسلوب الحياه الصحي سواء على سبيل النواحي الغذائيه او اتباع اسلوب غذائي صحي وممارسه الرياضه. هو قال انه دول اهم العوامل اللي ممكن تساعد المريض على تحقيق سيطره افضل على المرض. ممارسه الرياضه النهارده واحده من اهم الوسائل اللي بتنشر الوعي بمرض السكر وخطورته. يعني النهارده في اطار يوم مكافحه مرض السكر من احسن الحاجات او من اكتر الحاجات اللي بتاثر على صحه الانسان وبتحارب حاجه زي مرض السكر هي الرياضه والدايت. بس الرياضه بجد الرياضه الطبيعيه دي حاجه مهمه جدا ومفيده جدا، وزي ما انتم شايفين العدد في فوق ال 3000 رانر النهارده موجودين. الرياضه مهمه جدا لاي حاجه في الدنيا، يعني خصوصا الامراض، محاربه المرض بتظبط طبعا السكر. طبعا احنا بنناشد كل الناس اللي عندهم اي حاجه او حتى ما عندهمش امراض ينزلوا، لان الرياضه مهمه جدا جدا جدا. افتتحت القوات المسلحه فعاليات المؤتمر الدولي الاول لطب الطوارئ والحوادث وعلاج الاصابات الجسيمه. المؤتمر نظمته هيئه الامداد والتموين واداره الخدمات الطبيه بالقوات المسلحه بمشاركه اكثر من 1500 طبيب واستاذ جامعي متخصص من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على احدث الدراسات العلميه في مجال طب الطوارئ والحوادث. شهد اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع أسوان شهد احتفالية تخريج دفعات الأكاديمية الجديدة لعام 2014. وأكد محافظ أسوان في كلمته على أهمية دور فرع الأكاديمية العربية للنقل البحري بأسوان والذي يتواكب مع الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي في المحافظة. الآن إلى جولة مع أهم أخبار الاقتصاد.
اختتمت أمس في القاهرة أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية والتي ناقشت آفاق المستقبل والشراكة بين البلدين، وتم التوقيع خلالها على 17 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. دماء جديدة تسري في شرايين العلاقات المصرية الجزائرية ببدء مرحلة من التعاون تبدو فيها رغبة قيادتي البلدين في تطويرها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية جلية لا غبار حولها. هنا من القاهرة كانت أحدث وقائع التقارب بين قاهرة المعز وبلد المليون شهيد بانعقاد اللجنة المصرية الجزائرية العليا المشتركة. اليوم وقعنا 17 مذكرة تفاهم، وهذا يدل على رغبة أكيدة في التعاون في جميع المجالات، سواء الثقافية سواء الاقتصادية، سواء في مجال النفط، سواء في مجال الغاز، سواء في مجال التجارة. مرحلة جديدة إذن من إعادة الدفء إلى علاقات تعرضت في الآونة الأخيرة لهزات ولا أصعب منذ أزمة مباراة كرة القدم الشهيرة في أم درمان بالسودان عام 2009، ولكن ها هو الزمن يتجاوزها، فمع التطورات المتسارعة بالمنطقة وتنامي خطر الإرهاب فضلا عن الأوضاع المتأزمة في ليبيا، صار التنسيق بين البلدين أكثر حتمية. تقارب تدرك أهميته مصر والجزائر جيدا، وأبلغ دليل عليه هو التمثيل الجزائري البارز في تنصيب الرئيس السيسي عقب فوزه بانتخابات الرئاسة، ثم كان اختيار رئيس مصر الجديد الجزائر أول وجهة خارجية له قبل توجهه للمشاركة في القمة الأفريقية بغينيا الاستوائية. رغبتنا في الجزائر وفي مصر أن نبني محور استراتيجي ما بين كلا الدولتين، لأن اليوم الرؤية بعيدة، ماهيش قضية تجارية ورياضية وثقافية، ولكن قضية شاملة. ونحن نؤمن بقوة مصر ونعمل سويا لتعزيز العلاقات، وندعم كذلك قوة مصر، لأن لابد أن نتحكم في شؤون العالم العربي والإسلامي. تقارب لا تقتصر دوافعه على الجوانب السياسية والأمنية فحسب، برغم ما يمثله هذا الجانب من إلحاح وضغط على البلدين، ولكن للاقتصاد حظ من هذا التعاون أيضا، تعاون لم يبدأ اليوم بل منذ فترة، وها هو يتوسع ليشمل مجالات عدة بما يخدم البلدين. واصلت البورصة المصرية تعزيز مكاسبها الأسبوع الثاني على توالي، حيث حققت مكاسب بلغت نحو 20 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 3.8% عن الأسبوع الماضي. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 83.50% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 10.91% والعرب على 5.58%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أنه سيتم تسليم محصول القمح في الموسم القادم في شون متطورة تعمل بنظام تكنولوجي متقدم بدلا من الشون الترابية. وقال خلال المؤتمر السنوي لمؤسسة القمح الأمريكية، أوضح الوزير أن هذا النظام يوفر حوالي 30% من التكلفة نتيجة تجنب الكمية المهدرة في عمليات تداول الأقماح بالشون المكشوفة والترابية. وأوضح الوزير أن عمليات تحويل الشون الترابية إلى أخرى حديثة تهدف إلى ربطها بمشروع المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر أن يبدأ تنفيذه في محافظة دمياط الشهر القادم. الآن إلى جولة مع أهم أخبار الرياضة.
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على موقعه الرسمي أن غينيا الاستوائية ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام خلال فترة من 17 من يناير إلى 8 من فبراير المقبلين. وكانت المغرب اعتذرت عن عدم تنظيم البطولة خوفا من انتشار مرض الإيبولا بعد رفض الكاف تأجيلها. هذا وقد حدد الكاف 3 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء قرعة البطولة بعاصمة غينيا الاستوائية التي ستشارك في النهائيات باعتبارها البلد المضيف. وافقت الداخلية على زيادة أعداد الجماهير التي ستحضر لقاء المنتخب الوطني أمام السنغال في تصفيات أمم أفريقيا مساء غد إلى 30,000 مشجع، على أن تطرح التذاكر الجديدة للجمهور اليوم. هذا وسع منتخب مصر لاقتناص الفرصة الأخيرة وإحياء أماله في التأهل لنهائيات عبر طريق الفوز على السنغال حتى يرفع رصيده إلى 9 نقاط، وينتظر نتيجة مباراته الأخيرة مع تونس متصدرة الترتيب برصيد 10 نقاط، والتي ستلعب مع بوتسوانا اليوم الجمعة ضمن الجولة ذاتها. احتل الدوري المصري المركز الثاني في قائمة أغلى دوريات إفريقيا فيما احتل دوري جنوب إفريقيا صدارة الترتيب. وذكر موقع ترانسفير ماركت العالمي أن الدوري المصري جاء في المركز الثاني برصيد 20 فريقا و605 لاعبين، وبلغت قيمته السوقية 87.83 مليون يورو. وأضاف الموقع أن دوري جنوب أفريقيا جاء في المركز الأول بعدما بلغت قيمته السوقية 94 مليون يورو، بينما جاء الدوري التونسي في المركز الثالث والدوري الجزائري في المركز الرابع. أقيم أمس عزاء الفنانة راحلة معالي زايد في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن. معالي زايد كانت قد رحلت عن عالمنا الاثنين الماضي عن عمر يناهز 61 عاما في مستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع مرض السرطان. إن اللون لا يرجعون، ودي الحقيقة الوحيدة في الحياة عامة. وإحنا عايزين نقول بنبتقد فنانين كتير جدا، لكن هم ما بيموتوش، هم موجودين في قلوبنا لأن عايشين بأعمالهم وحبنا ليهم وحب الجماهير العالم كله ليهم، وربنا يرحمها برحمته. معالي هتفضل الفنانة في وجداننا، وأعمالها الجميلة اللي إحنا بنشوفها على طول ونفتخر بيها كفنانة قوية وفنانة قديرة وفنانة محترمة، وبتقدم كانت الفن الجميل اللي احنا ما بقيناش نلاقيها دلوقتي للأسف. إلى توقعات أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره. وفيما يلي بيان لحضراتكم بدرجات الحرارة المتوقعة. وصلنا إلى ختام نشرة الخامسة من النهار اليوم، وللتذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء. تشييع جنازة شهيدي الشرطة بأسوان والدقالية ومطالبات بالثأر من الإرهابيين. غدا بدء تطبيق حظر سير سيارات النقل داخل المدن من 6 صباحا حتى 11 مساء.
وزارة الإسكان تفتتح باب الحجز لمشروع الإسكان المتوسط الأحد المقبل. كالمعتاد، لمتابعة هذه الأخبار وغيرها من أخبارنا يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت وعنوانه النهارlife.net. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة ومن بينها فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. إلى اللقاء.